جاءوا معتقدين أن لديهم حقا إلهيا بسلبها منا. ما يقولونه عنا في كتب التاريخ كذب. شعب لاكوتا كانوا هنا قبل وجود كلمة أمريكيون. أصدروا قرارا تنفيذيا يقضي بذهاب جميع القبائل إلى المحميات. لم تزل الحكومة تفرض كل تلك القوانين علينا، لم نقدر أن نمارس تقاليدنا. علي أن أحتفي بكوني من سلالة معادية. نحن نستدعي الخيول. نؤمن في معتقداتنا بأن لغتنا في الواقع هي هبة من أمة الحيوان، لذا فكل ما يتعلق بلغتنا مرتبط ببيئتنا، ونؤمن بأن الخيل ما زالت تتحدث لغة لاكوتا، لذا فالكلمة التي أنطقها الآن بلغة لاكوتا هي بالجمع، وهي تعني أن تأتي جميعها الآن. ما قلته في لغتي هو أحييكم كأقاربي وأصافحكم اليوم مصافحة بنية طيبة. اسمي في لغة لاكوتا يعني الأيل الأبيض، وجون إيجل الأب هو اسم المسيحي، وأنا أنحدر من عائلة ممتدة كانت تعرف باسم سورباكس، أي الظهور الملتهبة. وحقيقة أنا أنحدر من جد يعني اسمه، أنه كان يمشي مرتدياً زي النسر. ولكن بحلول القرن العشرين أجبر على اتخاذ اسم إنجليزي، فاتخذ لنفسه اسم فرانسيس إيجل. ومنذ تلك اللحظة فصاعداً اتخذنا جميعاً لأنفسنا اسم العائلة إيجل. حين يجتمع شعبي يشيرون إلي باسم الفارس، وجميع ما حققته في حياتي هو على الأرجح أكثر ما أشعر بالفخر حياله، لأنهم حين يدعونني بالفارس فهذا يربطني بأبي وجدي وجدي الأكبر وصولاً إلى أسلافي. تمتلك الخيول حكمة الخيول، إنها تتمتع بالحكمة وبروح خاصة بها تماماً. قبل زمن طويل كان بمقدور أسلافي أن يتحدثوا إليها، لكن تلك الصلة انقطعت بالنسبة لنا، وأعتقد أن الأمر عائد للصدمة. يمكنني الحديث إليها، لكن ليس بمقدور فهمها. الشيء الوحيد الذي يسعني فهمه هو لغة جسدها. زرت 48 ولاية وخمس دول، ورأيت الكثير من الثقافات المختلفة وأساليب الحياة المختلفة، وهو ما علمني أن أقدر ثقافتي الخاصة حقيقة. هنا في الولايات المتحدة ما زال شعبي يمثل سراً غامضاً، وأنا فخور نوعاً ما بهذا، فبرغم كل ما حدث ما زال ثقافتي سليمة لكنها هشة، ولغتنا ما زالت سليمة لكنها هشة أيضاً. بداية أود القول طاب يومكم. هذه جدتي.
ولدت جدتي أعلى نهر شايان، ويعني اسمها امرأة موفز كامب، وتزوجت من جدي لوشاس ريدبيرد، آل لوشاس ريدبيرد، وأنا أحمل هذا الاسم الأوسط. صورتها هذه حين أنظر إليها أرى الألم في عينيها، كما أنها كانت تخيط ثياب جميع أطفالها بمن فيهم والدتي، فكل ما كانت ترتديه كان من المواد المتوفرة لديها. كنا نقضي إجازة الصيف معها، وأحد الأشياء التي كنت أحبها فيها هو طهوها. كان لديها موقد هنا، وكانت تخرج لقطف الذرة طوال اليوم، ومن ثم كان خالي يحضر معه اللحم أو ما شابه، أو كان يذبح بقرة، وكانت هي تطبخ بدهن الحيوان، وكان لذيذا جدا، وكانت تصرخ منادية إيانا، فكنا نأتي جريا، أحببناها بحجم العالم. نحن نقضي أوقات فراغنا كاملة في الخارج هنا مع هذه الخيول، ولهذا نسميها أمة الخيول العزيزة. هذا فحل القطيع قادم نحونا الآن، ونحن ندعوه السحابة الحمراء، وهو أحد فحول لاكوتا، وينحدر من خيول الزعيم سيتينغ بول، أي الثور الجالس. سيتينغ بول هو قائدنا الأعظم، حيث كان في ماضينا الوحيد الذي اختير ليقود الأمة بأكملها، والوحيد الذي حظي بذلك التشريف. أنحدر من نسل رجل يدعى، وقد كان أي رجل مجتمع قوي القلب، حيث كانوا يعرفون بكونهم محاربي سيتينغ بول الموثوقين، الذين كان يسميهم هو حقيقة أولادي. في كانون الثاني يناير من عام 1876 أصدروا قراراً يقضي بذهاب جميع القبائل إلى المحميات، لكن ذلك كان في كانون الثاني يناير، أي أنه كان مخططاً، فقد عرفوا أن أسلافي لم يكن بمقدورهم القدوم نتيجة الجليد والثلج هنا، فأعتبروهم معادين واستخدموا ذلك حجة لتبرير شنهم للحرب. فأعلنت حملة ضد شعب لاكوتا، وقبض عليهم في مكان ندعوه العشب الدهني، وهو مكان تقليدي نتاد التخييم فيه، لكن الولايات المتحدة تسمي المعركة باسم معركة ليتل بيغ هورن، أي معركة القرن الكبير الصغير. قضى شعب لاكوتا وحلفاؤهم من الشيان والأراباهو على المقدم جورج أرمسترونغ كاستر وكامل أفراد سلاح الفرسان السابع. تدعى المعركة سقوط العديد من الجنود في المعسكر. كانت تلك رؤية سيتينغ بول، حيث دخل في حالة تجلي، وحين عاد منها أخبر الناس أن العديد من الجنود سيسقطون في مخيمنا. شهدت جدتي تلك المعركة حين كانت في السادسة أو السابعة، لذا ورثنا إرث الناجين من معركة ليتل بيغ هورن، ونتجمع كل عام هناك. لقد أجبرت أسلافي على المغادرة والصعود شمالا نحو ما تسمى اليوم كندا، لكن تلك ليست دولة مختلفة بالنسبة لنا، فهي ما زالت أرضنا المتوارثة. كانوا يرسلون المبعوثين من الولايات المتحدة إلى هناك لمحاولة إقناعهم بالعودة، وفي نهاية المطاف وافق على شروطهم للسلام، لذا نحن لم ننهزم قط، وكتب التاريخ تكذب، لم ننهزم ولم نستسلم، بل قبل بشروط السلام وجاء إلى الولايات المتحدة، وحينها اكتشف أنهم كذبوا عليه وقاموا بمصادرة جميع خيولهم. لذا فعائلتي محظوظة جدا بكونها ترعى قطيعا من الخيول تنحدر من نسل الخيول التي امتطاها سيتينغ بول ورجاله. علي أن احتفي بكوني من سلالة معادية، فنحن ما زلنا نتحدث لغتنا، وما زلنا نعيش وفقا لأسلوب حياتنا. لم نعد نسمح للأجانب بأن يملوا علينا كيف نعيش، وأن يملوا علينا من يجب أن نكون وما يجب أن تكون عليه معتقداتنا.
صنعت زوجتي الجميلة لي هذا، وهو عبارة عن تمثيل للهبات التي أحظى بها، الهبات التي وهبها خالقنا لنا. وفيها تجسيد لكائنات الرعد الخيرة منها والشريرة، التي تتمتع بالقدرة على خلق الحياة وبنائها وتدميرها، وكذلك يفعل هذا الجواد، وكذلك نفعل نحن، فجميعنا ولدنا بالطريقة ذاتها. لذا فهذا يمثل كل ذلك ويشمل أفعالي في الحرب وما قام به والدي وأسلافي في الحرب ممن ساروا في هذا الطريق من قبلي. تقابلنا أنا وجون حيث كنا نلتقي في مختلف احتفالات الباواو المحلية لنعمق معرفتنا ببعضنا على مدار عام تقريباً، وذهبنا إلى كازينو بريري نايتس عشية رأس السنة، وبدلاً من أن يقول لي عام جديد سعيد قال أتتزوجينني؟ فأجبت نعم، وحين أخبرت والدتي بأننا سنتزوج أحبت الأمر كثيراً لأنه كان من شعب لاكوتا ويمارس أسلوب حياتنا ذاته. He practiced our way of life. مرت هناك فترة لم تزل فيها الحكومة تفرض كل تلك القوانين علينا نحن الهنود الأصليين. ولم نكن نستطيع ممارسة تقاليدنا بالطبع لغاية عام 1978، والأمر نفسه ينطبق على إجبار أطفالنا على الالتحاق بالمدارس الداخلية الذي لم ينتهي إلا عام 78. أذكر كيف جاءت تلك الأخصائيتان الاجتماعيتان السيدتان البيضاوان وأجبرتا والدتي على التخلي عنا نحن الاثنين أكبر أولادها. وجاءت الحافلة ولم تتوقف في ممر منزلنا حتى، وإنما توقفت في الشارع، وكان الممر طويلاً نوعاً ما، وأحضرتا ملابسنا وقالتا لنا سنذهب في رحلة وعليكما الركوب في الحافلة. فجاءت جدتي وجميع أخواتها والأقارب جميعاً ووضعونا على متن تلك الحافلة، واعتقدنا أنهم سيركبون معنا في الحافلة، ومن ثم بدأوا جميعاً بالبكاء ولم نفهم ما كان يجري. وأخذتنا الحافلة إلى مدرستنا الداخلية. مررنا بمرحلة من الضرب، تعرضنا للضرب في المدرسة الداخلية ولسوء المعاملة أيضاً، ولكن على الأقل كنا نعرف من هم أقاربنا، وكنا نعود إلى المنزل في الإجازة الصيفية لرؤية عائلاتنا. اعتقدت أن جميع الناس يمرون بهذه التجربة بغض النظر عمن هم، اعتقدت أن ذلك هو الأمر الطبيعي. أنا سعيدة جداً لأننا كنا نحظى بفرصة العودة إلى المنزل على الأقل. من الصعب تربية الأطفال في بيئة تقليدية تكون هي أصلاً مقهورة. علينا إصلاح الأنظمة الاجتماعية لتصبح القبيلة أقوى، لأنه إن كان لديك نظام عائلي قوي ستكون لديك حكومة قبلية قوية. نحن هنا في مركز دراسات لاكوتا، نحتاج للمزيد من الأشخاص الذين يسيطرون على تعليمنا. عند إنشاء المحميات وحين ذهب سيتينغ بول في البداية لتفقد المدارس وما كان يتم تدريسه للأطفال فيها، قام بتشجيع الأطفال وقال لهم تعلموا كل ما هو جيد مما يقدمه لكم الرجل الأبيض، ولكن كل ما هو سيء فلتتركوه وراءكم. بعد ولادة انتقل والداي إلى لوس أنجلوس في كاليفورنيا، والتحق والدي بمدرسة مهنية، وقال إنه في اليوم الأول في المدرسة كان طابور كل أولئك الهنود الأصليين الذين تقدموا لتلك المدرسة بطول 3 شوارع، إلا أنه عند التخرج لم يصعد على منصة التخرج سوى 13 منهم فقط،
وقد كان ذلك نتيجة الصدمة الثقافية التي تعرضوا لها أثناء تواجدهم هناك وابتعادهم عن كل ما كان يمنحهم القوة ليكونوا ذواتهم. ومن هناك ولدت تلك الفكرة، فكرة أنه لا يمكننا أن نرسل أولادنا بعيداً، بل علينا أن نوفر ذلك الحق لهم هنا في مجتمعهم. لذا عاد إلى الوطن وبدأ الحديث مع الشيوخ حول إنشاء كلية هنا. وعام 1973 قاموا بتأسيس كلية ستاندينغ روك، وبعدها بسنوات أسموها كلية سيتينغ بول لتكريم قائدنا الذي شجعنا. وأصبح والدي حقيقة أول رئيس بالإنابة لكلية ستاندينغ روك المجتمعية، ولاحقا حين أسسوا مجلسا للأمناء أصبح أول رئيس لذلك المجلس، وكانت تلك هي الكلية التي تخرجت فيها. تتمتع بجانب مرح من شخصيتها أيضا. يدعوننا الأمريكيين من أصل هندي، ولكن كما تعرف ذلك مبني على خرافة أن كريستوفر كولومبوس حين كان يبحر في المحيط كان يبحث عن ممر آمن نحو الهند. ولكن عام 1492 كانت تلك الدولة التي ندعوها اليوم بالهند تدعى هندوستان، وهو لم يكن يبحث عن ممر آمن للهند، بل كان يبحث عن ممر آمن لهندوستان. وعليه، إن كانت تلك الخرافة الأمريكية صحيحة، فأليس من الصحيح أن أكون هندوستانياً عوضاً عن هندي؟ لقد قال بأننا إنديوس، أي أشباه الآلهة، لكنه قال بعد ذلك أنه سيكون من السهل هزيمتهم، لأنه بحلول ذلك الوقت كانوا قد عرفوا كيفية استغلال ذلك. في القرن الخامس عشر كان البابا هو من أصدر المراسيم البابوية التي تنص على أن الشعوب الأصلية هي كائنات بشرية مشوهة، ثلثها بشري وثلثها الآخر حيواني، ومن ثم جاءوا إلى هذه البلاد يحملون هذه المعتقدات. لقد اعتقدون لديهم حقا إلهيا بسلبها منا، وهكذا حين وصلوا لضفاف المسيسيبي عبروه بروح القدر المتجلي. تذرع بأنها لم تكن متطورة، لكن على العكس من ذلك كانت متطورة للغاية، حيث كانت هناك شبكة تجارية من الساحل إلى الساحل ومن القطب إلى القطب، ومعالم هنا في هذا البلد تشير عالياً للأجرام السماوية، لأن شعبي يؤمن بأن الأرض هي مجرد واحدة فقط من الأماكن التي نتواجد فيها، فنحن ننحدر حقيقة من أمة النجوم. يخاطبنا خالقنا بطرق خفية حقيقة، وبواسطة كل شيء في الخليقة، بواسطة الرياح وأمم الحيوان المختلفة، ويحدثنا بواسطة بعضنا البعض، ولعل هذا خالقنا يحدثنا. لا بد لأحد ما على الجانب الآخر من الطريق أن يسمع ما لدينا لنقول، وثمة جمال في هذا، لأن أيا كان من يشاهد هذا بغض النظر عن مكانه، فحين يذهب إلى الخارج ويقف على الأرض فهو يقف على ذات الأرض التي أقف أنا عليها. نحن قريبون لهذه الدرجة من بعضنا البعض، ولعل هذا ما يجب أن نتذكره، ألا وهو أننا أمة واحدة حقا. نحن كائنات تسير على قائمتين من بين كل أمم الحيوانات هذه، هذا ما نحن عليه حقا، مجرد كائنات بساقين وتربط بيننا صلة قرابة. وهذه هي حكمة أسلافي، هذه هي حكمة شيوخنا، وهذا ما علموه لنا. رقصة العشب واحدة من أقدم أشكال الرقص التي لدينا. يتضمن عملي الكثير من الأمور الثقافية التي تعلمتها، هكذا نجد التوازن في عالم تم فرضه علينا. نساعده في ارتدائه، فالمحاربون يرتدون هذا. هذا ريش النسور، سنشده بقوة لأنه فضفاض جداً. لدينا اجتماع عائلي للأقارب من كندا ومن عدة محميات من نورث داكوتا وساوث داكوتا للاحتفال بميلاد ابننا الأصغر مابيا أوكسيلا، الذي سيتم 18 عاماً اليوم، والذي سميت يوماً بأحد الزعماء. والسبب في أننا أطلقنا عليه اسم زعيم هو أنه دعاء مفتوح لكي يصبح زعيماً حين يكبر، ولكي يصبح شخصاً يمكن للناس الاعتماد عليه. حين كان صغيراً لم يتجاوز الثانية من العمر، قال لي أريد ردائي، أريده باللون الأحمر من جانب وباللون الأزرق من الجانب الآخر، وهما لونان يرمزان لليل والنهار. اسمي مهبيا هوكسيلا إيجل، وأنا من لاكوتا من قبيلة ستاندينغ روكسيو، وأنا أرتدي زي رقصة العشب تكريماً لشعبي. My people.
نداء الطبول يا رفاق. إنه عيد ميلاد أخي وهو يوافق يوم رقصة العشب، ونحن هنا نحظى بوقت ممتع ونحتفل بمجتمعنا وبأصولنا وتقاليدنا ونستمتع برفقة بعضنا البعض لأننا لم نرى بعضنا منذ وقت طويل. وفي هذه الاحتفالات نحظى بفرصة رؤية أفراد العائلة الذين كانوا غائبين لوقت طويل، وهذا يجعله وقتا ممتعا. جميع مؤدي رقصة العشب، هل أنتم جميعا هنا؟ حسنا، ها نحن ذا. رقصة العشب واحدة من أقدم أشكال الرقص التي لدينا. حين نغير موقع مخيمنا كشعب، يمشي راقص العشب لتسوية العشب لننصب نحن الخيام في المكان، لأنه قبل زمن طويل كان يصل طول عشب البراري في الشمال إلى طولي تقريبا، وهذا أصل هذه الرقصة المميزة. الباواو هي مناسبة يجتمع فيها الراقصون والمغنون للاحتفال، وتنبع احتفالات الباواو من زمن المحميات حين كان محظوراً علينا أن نتحدث بلغتنا، ولكن حين نجتمع معاً فهذه هي الطريقة التي نحافظ فيها على لغتنا، أي عن طريق احتفالات الباواو هذه. مرحباً، اسمي واتشانتك ياماني، والترجمة التقريبية لاسمي هي صادقة حين تمشي، ولا أحمل اسماً إنجليزياً، وأنا أحب احتفالات الباواو بسبب جدتي. كانت تحب رؤيتنا ونحن نرقص، وكانت تقول ارقصوا من أجل الذين لم يعودوا قادرين على الرقص. فهناك أشخاص مقعدون على كراسي متحركة، وأشخاص فقدوا أرجلهم يتمنون أن يكونوا هنا ليرقصوا. عليكم أن ترقصوا من أجلهم، وكانت تؤمن أن رؤيتها لرقصنا سيطيل من عمرها. لن أقول بالضرورة إنني أمريكية، فشعب لاكوتا كانوا موجودين هنا قبل وجود لفظة أمريكيين. أخبرني والدي أنه حين ولدت كان هو وأخوه جالسين في أحد الأيام، وأدركا أن الكثير لديهم أسماء هندية لكنهم لا يلتزمون بها. وفي تلك اللحظة خطر لأبي وأخيه اسم واتشانتك ياماني، لأنهما أرادان أن أكون صادقة حين أكبر. اسمي وامبلي وانشيلا وين، وعمري 21 عاماً. أثناء طفولتي كان الناس يشعروننا بالخجل لأننا من شعب لاكوتا، ولأننا لا نحمل أسماء إنجليزية، ولأن شعرنا كان دائماً طويلاً، لذا كنا نوعاً ما مختلفين عمن حولنا وغرباء عنهم، وكنت أشعر دائماً بالخجل من ذلك وأتمنى أن أكون كالآخرين. أثناء طفولتي كان الأطفال في صفي يسخرون مني، والأساتذة يواجهون صعوبة في نطق اسمي. حين كبرت وجعلنا والدي نتعمق أكثر بثقافتنا شعرت بالفخر. حين كبرت بدأت أحب اسمي لأنني أحمل به قطعة من أسلافي. أنا أحضر احتفالاتنا التقليدية وأسمع لغتنا طوال الوقت، والأمر يجعلني أفكر بطريقة مختلفة نوعاً ما، وهم يدعونها فكرة لاكوتا، وهذا هو السبب في أن لغتنا تصعب ترجمتها إلى الإنجليزية بعض الشيء، لأنه فكر لاكوتا وليس فكراً إنجليزياً، لذا يتضمن فكر لاكوتا كل تلك القيم مثل الصدق، ولهذا أطلقوا علي هذا الاسم. الأمر بأيدينا حرفياً الآن أن نتمكن من الحفاظ على أسلوب حياتنا.
والفرق بين معركتنا في الحفاظ على أسلوب حياتنا وبين معركة أسلافنا هو أن معركتنا أسهل بكثير مما مروهم به، لأننا لم نعد نتعرض للقتل بسبب ذلك بعد اليوم، ولدينا الحرية بممارسته. وهذا يبطل تلك المأساة التاريخية حيث كان يشعر الناس بالخوف من ممارسة أسلوب حياتهم، وهذا أكبر ما نحتاج أن نتغلب عليه، لأنه لا يزال هناك الكثيرون يشعرون بالخوف من كونهم من شعب لاكوتا أو من الأمريكيين الأصليين. أنا أحمل هوية ثقافية قوية ورابطة ثقافية بالمكان هنا، لذا كانت فكرتي أن أنتقل بعيداً عن الولاية وأعود إليها حين أكون في الخمسينيات من العمر وأن أعيش بقية حياتي فيها. أود مغادرة المحمية لأن هناك الكثير من الفرص خارجها، ولكن حين أكبر في السن أود العودة، فأنا أود العيش هنا لأن هذه هي القطعة الأخيرة من الأرض التي يملكها شعبي. هذه المحمية الصغيرة هي كل ما تبقى لدينا، هذا كل ما بقي لنا، وهو مكان جميل. أنا أشجع أبنائي على الدراسة الجامعية وتوسيع أفاقهم، وأريد لهم أن يروا العالم، عليهم أن يجدوا بهجتهم وسعادتهم، لكني أريدهم كذلك أن يتذكروا دائماً أصولهم التي ينحدرون منها. أريدهم أن يتذكروا ستاندينغ روك، أريدهم أن يعرفوا أن هذا هو الوطن، لكني أريدهم ألا ينسوا أبداً أن هذه الأرض الأمة موجودة في كل مكان. لا يكون المرء بعيداً أبداً عن الوطن طالما يشعر بالأرض الحقيقية. كان مهبي طفلاً صغيراً، قاموا بتربيته بأفضل ما أمكنهم على قيم لاكوتا وعلى أسلوب حياة قائم على مساعدة الآخرين. إن نظرتم إلى هذا الشاب فستعرفون أن جده كان فارساً، لذا فحتى في هذا الزي الذي يرتديه ابن أخي ثمة جواد ومسارات للخيول، ويعود هذا لجده. هذا الشاب عائلته هي من أقامت هذه المسابقة المميزة لكم. أعتقد أن تربية الأطفال اليوم ليكونوا أفراد لاكوتا جيدين تشكل تحدياً. حين أذهب للتخييم مع والدتي في احتفالات الباواو تلك، أشعر بأن هذا هو المكان الذي أريد لأطفالي أن يكونوا فيه، هناك في الوسط، في مركز عالم الباواو، وكذلك أن يتعلموا الروحانية ويتعلموا عن أساليب أسلافنا.
أعتقد أن هذا واحد من أهم الأمور بالنسبة لأطفالنا، أي أن يعرفوا من أين ينحدر قومنا وأن هذا هو أصلهم. اسمي جيليان وان، وأنا أعمل لدى ريدكو منسقة للمشاركة المجتمعية. تعنى ريدكو بالتنمية الاقتصادية للمجتمع، فهي تعمل دائماً مع المجتمعات المحلية وتحب سماع مطالب أفراد المجتمع. تلهمني الشركة كثيراً لأنها شغوفة جداً بتقديم الخدمات للناس، ولكونها مملوكة للسكان الأصليين أيضاً، ولكونها تسعى جاهدة في سبيل توفير فرص العمل للسكان الأصليين. أحد الأمور التي نسعى إليها هو أن نكون أمة ذات سيادة، وإحدى القضايا المهمة التي نواجهها هنا هي نظام الغذاء لدينا، فقررنا تولي تلك القضية وأنشأنا برنامجاً يدعى برنامج تسي تشانغو للسيادة الغذائية. لدينا دفيئة زراعية تقع في ميشن في ساوث داكوتا، حيث يمكن للشباب القدوم والتعلم عن النباتات، ويمكنهم كذلك المجيء وقضاء فترة تدريب خلال الصيف وأن يكتسبوا مهارات العمل. أنا أعرف أن برنامج السيادة الغذائية واحد من أكبر أسواق المزارعين هنا في ميشن، كما أن لدينا صندوق تاتونكا، وهو برنامج لتعليم تملك المنازل، كما يمكنهم تعليم كيفية إدارة المشاريع الصغيرة. جميع هذه عبارة عن مهارات وموارد كذلك نفتقر إليها هنا في المحمية، لذا اتخذت ريدكو الخطوة بإنشاء هذه البرامج والمبادرات لتوفير هذه الأشياء هنا. مديرنا التنفيذي في ريدكو هو ويزي بان ليتل إلك. وقد أنجز الكثير من الأمور في الوقت الذي قضاه هنا، وهو شخص نتطلع جميعاً إليه، ليس على الصعيد المهني وحسب، بل على الصعيد الروحي أيضاً، وهو يؤكد قبل أي مكسب بأن أكثر ما يثرينا هو لغتنا وثقافتنا. أنشأت ريدكو في الواقع مدرسة لاكوتا الابتدائية، وهو أمر في غاية الأهمية بالنسبة لنا ولمديرنا التنفيذي، فنحن نسعى في كل ما نقوم به لتحسين مستقبل أحفادنا وأحفاد أحفادنا. إنه ما نشعر به في قلوبنا أو عقولنا بعودة ثيران إلى أرضنا ثانية. إن لم أبذل قصارى جهدي فدائماً ما أفكر بما أمكنني فعله. اسمي تي جي هاينرت، وأعمل مساعداً لمدير المراعي في مشروع وولاكوتا بافالو هنا في محمية روزباد. عمري 27 عاماً، وأنا من الجيل الثالث من مربي الأبقار هنا، وأنا أحد أفراد قبيلة روزباد سيو. نحن نبحث عن الثيران هذا الصباح. لدينا حوالي 156 رأساً هنا في المزرعة، حوالي 25 إلى 26 منها من العجول التي ولدت في الموقع هنا في مشروع وولاكوتا. ثمة البعض منها هناك، ليس القطيع بأكمله بالتأكيد.
ولكن هذه بداية لا بأس بها. الثيران تطعمنا وتكسونا وتعلمنا قيم التفاهم معا، إنها كل شيء بالنسبة لنا. كان هناك ربما 30 أو 40 مليون رأس منها في منطقة السهول الكبرى. أدخلنا الثيران في معتقداتنا الروحية وندعوها بالأقارب. أصبح ذلك أسلوب حياتنا ومعاشنا، واعتقدنا أنه لن ينتهي أبداً إلى أن حل يوم جاء فيه غير الهنود وأذنت بداية قدومهم بنضوب الثيران. إنه لشعور مذهل أن نحظى بهذه الحيوانات في الوطن مجدداً، فنحن نعيد ثيران المتوطنة مجدداً إلى أراضي السكان الأصليين لنحافظ على طريقتنا في الحياة نوعاً ما. فقد عشنا على هذا النحو منذ سنوات عديدة، أي على ثيران، ولعدة أسباب مختلفة، من أجل الطعام والمأوى والأدوات. لذا فبعودتها إلى الوطن مجدداً يمكننا أن نستعيد أسلوبنا في العيش مرة أخرى، وهو شعور قوي. أن تكون من شعب لاكوتا وتسكن على أراضيها الأصلية وأن ترى بالفعل هذه الثيران على هذه الأراضي هو أمر تشعر به في قلبك. أن ترد الجميل للشيوخ وأن تجعل الشباب ينخرطون في هذا وأن تحافظ على استمرار التقاليد للجيل القادم هو هدفنا الكامل. لنضع لك هذه أولاً. مرحباً، اسمي سافيلا فوغ إن ذا مورنينغ، وأنا أحب اللعب بالدمى في الخارج وأحب الرقص. سافيلا هي حفيدتي، سافيلا فوغ إن ذا مورنينغ، وهي مؤدية لرقصات الشال الساحرة. أحب احتفالات الباواو لأنها تتيح لي الرقص. يقول الناس إنها أشبه بحركة الفراشة، لذا تحب الكثير من النساء رقصة الشال الساحرة. مرحباً، اسمي جيسون فوغ إن ذا مورنينغ، وأنا أحب كرة السلة. إنها الرياضة الأكثر شعبية هنا لدى شعب لاكوتا لأننا جميعاً ماهرون بها، وهي تجري نوعاً ما في دمائنا. أحب احتفالات الباواو لأنها تتيح لي الرقص، ويمكنني أن أري الناس مدى مهارتي، وينظر الناس لزخارف الخرز ويتأملون معانيها، ومن خلال زخارف الخرز يمكنهم أن يعرفوا من هم أسلافي. المنافسة محتدمة في الرقص، يمكن الفوز بجوائز مالية أو مجرد الاستمتاع بشكل عام، فقط بالتجوال في أرجاء احتفال الباواو ومشاهدة الآخرين يرقصون أيضاً.
جميعهم أفراد استثنائيون، وأريدهم أن يجدوا ما يسعدهم. أريدهم أن يخرجوا إلى العالم ويتعرفوا على ثقافات أخرى. هناك الكثير من الجمال في الخارج، لذا أن يخرجوا إلى العالم ويستكشفوا الجمال ويعثروا عليه دون أن ينسوا من هم. كان ذلك جيدا. أنا أنتمي لقوم خليط ونشأت في مجتمع صغير يدعى سولجر كريك، واسمي سيج فاست دوغ، ومهنتي التعليم. درست لمدة 13 عاما في المدارس العامة. حين تدرس اللغة وحين تستخدم اللغة لشرح مفهوم ما، فأنت تمنح الأطفال فرصة لسماع شيء ما ضمن سياق معين، وهكذا يدركون أنه ليس من الصعب تعلمها، وبهذه الطريقة وبعد سنوات من الآن سيكتسبونها ويحافظون عليها، وهذا ما أريدهم أن يفعلوه. أريدهم أن يتعلموا اللغة في سياقها، أريدهم أن يشعروا بها هنا وأن يعيشوا دائما معها. Akemashite. Iktomi. Stistila wa nakcha wa ali. I have that deep compassion for it that if I don't try. أحمل هذا التعاطف العميق داخلي، بحيث إن لم أبذل قصارى جهدي فدائما ما أفكر فيما أمكنني فعله. لذا فأنا جزءا مني أحاول أن أستخدم كل ما أعرفه لأحرص على بقاء اللغة ووجودها لدى أطفالنا، ومحاولة وضعها في سياق يكون سهلا عليهم وفيه سلاسة. حين أنظر إلى الأرقام اليوم، أي أعداد من يتحدثون اللغة بطلاقة، أجدهم أقل من 500 شخص. ولكن إن وصلنا ما نفعله اليوم فسوف ننقذ لغتنا. قوة الإرادة التي أريد لأطفالنا أن يتحلوا بها هي ما ستنقلنا للخطوة التالية. هكذا سنبقى على قيد الحياة. مكتوب على قميصي: ومعناها أن أطفالنا سيدافعون عن كل ما يمثل لاكوتا، وسيكونون مستعدين للتصدي لأي شيء في هذا العالم، وليكونوا ذواتهم. هذا هو الجوهر الحقيقي لما هو عليه الإنسان، أي أن يكون ذاته، بغض النظر عن المكان الذي يذهب إليه، أي أن يكون فردا من اللاكوتا ويتحدث لغة لاكوتا، وأن يعيش حياته ويمارسها ويساعد الآخرين وفقا لقيم لاكوتا، وأن يقيم طقوس لاكوتا وعاداتها. هذه لاكوتا. اسمي نورما بيكر فلاينغ هورس، وينادين الناس باسم امرأة التوت الأحمر، وهو اسم الهندي الأصلي، وهو الاسم الذي استخدمته لخطي في الأزياء. أنا أنحدر من محمية فورت برثولد الهندية هنا في نورث داكوتا، لكني أنتمي كذلك إلى قبيلة داكوتا سيو من فورت بيك في مونتانا، ولقبيلة إنسينابي في الأراضي الكندية.
نظرا للطريقة التي تربيت بها، فأنا أؤمن حقيقة أنها شكلت شخصيتي كامرأة التوت الأحمر، وهذه الشخصية التي توظف الجوانب الثقافية في المجتمع المعاصر وتقوم بتثقيف الناس أثناء ذلك. دعيت إلى أسبوع الموضة في باريس من قبل شركة عثرت علي عن طريق الإنستغرام، حيث كانت تتتبع أثوابي وأعجبتها تصاميمي، كما كانت مفتونة كذلك بفكرة أني أدخل فيها التقاليد الثقافية التي تربيت عليها، وشكل ذلك ضغطاً كبيراً. في كل مرة أقوم فيها بعرض، سواء أكان صغيراً أم كبيراً، أشعر بأني لا أمثل قبيلتي وحسب، وإنما أمثل الكثير من القبائل الأخرى. لذا من الضروري أن أنقل أفضل رسالة يمكنني إيصالها بالنيابة عن قومي، وهو ما يصعب فعله حين تحاول كسر القوالب النمطية السائدة عن الأمريكيين الأصليين. وهناك الكثير من هذه القوالب التي ترسخ أموراً ليست صحيحة ببساطة، ولا تمت بصلة لماهية الثقافة الأصلية. لذا أشعر أن طريقتي بنشر الوعي وكسر تلك القوالب النمطية وتثقيف الناس هي من خلال الموضة. لم يسبق لي أن رأيت نفسي ناشطة قط، لكني أعتقد أنه عند تسليط الأضواء علي ووصولي إلى تلك المراتب، سواء في الموضة أو الفن أو أي كان، فغريزتي تملي علي أن أصبح ناشطة، وهكذا أصبح ناشطة أو صوتاً بالنيابة عن قومي، وأنا مدينة لقومي بأن أفعل ذلك بأفضل طريقة ممكنة. يتضمن عملي الكثير من الأمور الثقافية التي تعلمتها كأعمال الخرز والحياكة، فعلى قطع الملابس هناك أنواع مختلفة من الجلود كجلد الغزال والجلود المدخنة، والتصاميم الهندسية التي اشتهرت بها والتي استقيتها من شعب لاكوتا من قبيلة داكوتا سيو، وأعمال الخرز التي تعلمتها من جدتي تأتي من هذا الجانب من هوية القبلية. الربط بين أزيائنا التقليدية وتصميم قطع الملابس العصرية هو ما نجد فيه التوازن، فنحن نجد التوازن في عالم فرض علينا. هذه فاطمة هود، وقد نشأنا أنا وهي معاً، وكلانا من محمية فورت بيرتهولد الهندية. حين بدأت العمل كمصممة أزياء، راودتني فكرة أن نقيم عرضاً للأزياء وحسب، ولم أكن أملك أدنى فكرة عما كنت أفعله ولا عما سيحدث. فسألتني فاطمة إن كنت أحتاج لعارضة أزياء، فقلت لها نعم، وهي مثالية لارتداء أي شيء أصممه. الجلد المدخن الموجود على فستانها هو نوع من الجلود تستخدمه الكثير من القبائل، ويمكن صناعته من جلود حيوانات مختلفة، لكن هذا الجلد تحديداً تم تدخينه، وهو إحدى المواد التي أفضل العمل بها، حيث هناك الكثير منه في تصاميمي. عارضتي الأخرى هي كيدنس، وهي في السنة الأخيرة في المدرسة الثانوية، وهي أيضاً عارضة ومصممة أزياء طموحة. ما ترتديه اليوم هو ما نسميه ثوب العودة إلى الوطن. ما فعلته هو أنني أضفت الجلد المدخن للثوب وتصميم داكوتا المورد. إضافة هذه التفاصيل الصغيرة لهذه التصاميم شيء عصري، لكنه في الوقت ذاته جزء من الثقافة وقطعة من شيء توارثناه لنورثه أيضاً. هذا هو، نعم، ممتاز، نعم. بصفة امرأة من الأمريكيين الأصليين، أعتقد أن أكثر ما أفخر به هو حقيقة أننا لا نزال موجودين هنا. ما كنت لأصبح امرأة التوت الأحمر وعلى ممرات عروض الأزياء هذه دون دعم وإصرار شعبي على التذكير بأننا ما زلنا هنا وسوف نبقى هنا. سوف نبقى هنا، نحن نتولى زمام الأمور،
ونتولى السيادة ونستعيد الأمور، لذا إن أردتم أن نخوض لعبتكم فلا بأس، فنحن لها. طالما بقي شعبنا يحيا حياته على طريقته الخاصة فلن ننهزم أبداً. تعتقد معظم الثقافات على وجه هذه الأرض أننا هنا لفترة وجيزة من الزمن وحسب، وعلى ما يبدو أن هذا أمر نميل لنسيانه. هذه الهبة أن نكون معاً وأن نختبر هذا الجمال. نعامله على أنه أمر مسلم به، ولكن يوماً ما سنغادر. أيناً سأسافر إلى عالم الأرواح، وسأعود إلى أراضي الصيد السعيدة تلك، وسوف أقدر أسلافي، وسوف أنظر للخلف، وسأقدر الناس الذين تركتهم ورائي.